فألاء انت الرابع ادبي، قولي لي كده يعني برضو عرفتي امتى وازاي واحساسك كان ايه ومين كان معاكي؟ انا عرفت من صحابي لان انا ما كنتش لسه شغلت المؤتمر، وانا في الاول ما كنتش مستوعبه خالص يعني، بس فرحت جدا. وكان كنت متوقعه برضو كده زي ما رانا قالت ان ليكي ترتيب على مستوى الجمهوريه؟ انا كنت متوقعه مجموعه حلو وكليه كويسه، بس ما كنتش متوقعه ان يبقى ليا ترتيب خالص. اول مره يبقى لك ترتيب على مستوى الجمهوريه، يعني مش في اعدادي وابتدائي وكده، يعني انت مش طول عمرك بتبصي على حكايه الترتيب دي؟ لا ترتيب، بس بيبقى كان على مستوى المدرسه، ما كانش على مستوى الجمهوريه يعني. الف الف مبروك. الله يبارك فيك.